السلام عليكم باشمهندسين، سامعني؟ السلام عليكم يا هندسة. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ والله الحمد لله في نعمة. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله، والله باشمهندسين الحمد لله. تعالوا كده مع الحمد بعض لله كده، كويس. عندي هنقول كده عندي بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا كده عندي نبتدي كده عند المحاضره بتاعتنا. كويس. اللي هو كده عندي ايه اللي هو ازاي ان احنا نعمل خلفيه مستمره ونحرك شخصيه تانية على الخلفيه المستمره دي بحيث ان الدنيا بتاعتنا تكون كويسه كده عندهم. بص كده مع بعض كده عندنا اساسا اهم حاجه، احنا كنا المره اللي فاتت عملنا الخلفيه المستمره بتاعت الاستاد، وكان في ناس ممكن تتلخبط فيها، كان في ناس ما اتشرحتش كويس او اتشرحت بسرعه. تعالى كده مع بعض، العنوان بتاعنا النهارده كيفيه عمل خلفيه مستمره في برنامج كده عندي ايه، في برنامج الفلاش او في اي برنامج كده عندي ايه، او في اي برنامج انيميشن كده عندي. طب يلا بينا نفتح كده عندي اهوت الشغل بتاعنا. تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض هنبتدي كده عندي نعمل كده عندي كالتالي. بصوا مع بعض كده عندي يا اساتذه، تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض، استاذنكم ثانيه واحده نبتدي كده عندي ايه، نفتح سبوره جديده، افتح سبوره جديده كده عند اهوت ونبتدي كده عندي ايه، ونبتدي ان احنا نشتغل كده عند ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده. بصوا مع بعض كده، بصوا مع بعض، انت دلوقتي كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض هنقول كده عندي ايه، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انت دلوقتي لو حضرتك عايز تبتدي ان انت تعمل ايه، يبقى كيفية صنع خلفية مستمرة في برنامج الفلاش، الفلاش او الانيميت كده عندك. اتنين زي بعض كده عندي. طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كالتالي كده عندي. هي الفكرة كده عندي في ايه؟ الفكرة ان انت عندك صورة، ادي الصورة البداية بتاعتها ده اهي، مختلفة عن النهاية بتاعتها، البداية مختلفة عن النهاية، من الآخر مش مكملين لبعض، مش مكملين لبعض كده. لو تعالى أوري لك إزاي كده عندي الكلام ده، لو أنا دلوقتي جبت كده عندي إيه، لو أنا دلوقتي جبت صورة من الصور دي، الصورة دي أنا منزل شوية صور كده عند همت عشان نبتدي إن إحنا نشتغل. جبت الصورة دي كده عندي، لو انا جبت الصوره دي كده عندي في برنامج جبت الصور دي كده عندي اهوت، ادي كده عندي 1 2 3 4، وخدت الصور دي كده عندي اهوت، نزلت بيها جوه الفوتوشوب، طلعت بيها كده عندي فوق 6. طيب لو انا عملت كده عندي ايه، هي الصوره دي مثلا كده عندي مقاسها قد ايه، كده عندي مقاسها 2000 كده عندي اهوت، تعالى اقول له كده عندي ايه، ايميج كانفاس سايز، خليها بدل ما هي 2000 خليها 4000، 4000 كده عندك. طيب اديني كنترول زد، افتح لي بس كده عند دوت. اوكي، كانفاس سايز دي بتوسع التصميم، بتوسع الديزاين، وتسيب لك حجم الصورة زي ما هو، يبقى ايمج كانفاس سايز بدل ما هي 2000 خليها 4000 كده عند دوت، 4000 اديني انتر. طيب ايه اللي بيحصل بقى كده عندي؟ صغر لي كده عندي، لو انا خدت الصوره دي، الصوره ديت عملت لها كنترول جي، عملت لها دوبليكيت كده عندي، لو جبت الصوره دي حطيتها من هنا، هل الجبل ده مكمل للجبل ده؟ مش مكمل، مش مكملين لبعض. طب لو جبت الصوره دي حطيتها من هنا، هل الجبل ده مكمل للجبل ده؟ مش مكملين لبعض. عشان كده الصوره بتاعتك بتقطع، الصوره بتاعتك بتقطع كده عندي اهو. جبت الصوره حطيتها من اليمين مش مكمله، حطيتها من اليسار مش مكمله، الدنيا عندك بايظه، الدنيا عندي بايظه، الدنيا عندك بايظه. انت عايز صوره، انت عايز صوره تكون البدايه بتاعتها والنهايه بتاعتها متطابقين تماما، متطابقين تماما، متطابقين تماما كده عندك. يبقى انا عايز صوره بدايتها ونهايتها متطابقين تماما عشان اعمل الخلفيه المستمره كده عندك. طيب جميل. طيب رجع لي تاني الفايل زي ما كان،
قول له فايل، عندي ادي الصوره الاصليه كده عند اهوت، من هنا رجعت الصوره الاصليه اللي هي الهيستوري اللي هي ال 20 خطوه، رجعت الملف تاني زي ما كان كده عند اهوت. طيب لو احنا عملنا فليب نفس الفكره، لو انت عملت فليب كويس مش هتبقى مكمله لبعضها. بص طب تعالى كده مع بعض، شوف قالت لي كده عندي ايه، طب اديني كده عندي افتح تاني، هيبقى في طرفين فيها مش مكملين مع بعض كده. عبد الله بيقول لي كده عندي ايه، لو احنا عملنا فليب مش هينفع كويس، مش هينفع مش هينفع. طب تعالى اعمل لي كده عندي ايمج، ايمج كانفاس سايز، اديني اوكي. بصوا مع بعض، اوكي كده عند اهو، ايمج معلش ايمج كانفاس سايز خليها 4000 كده عند 4000. عبد الله عايز ياخد نسخه، كنترول جي كده عند اهو، خدت نسخه كده عندي، ادي الصوره بتاعتي، هيعمل لها فليب اللي هي كده عندي كنترول تي رايت كليك فليب هوريزونتال. الطرف ده هيكمل الطرف ده جميل، لكن الطرفين التانيين يا عبد الله بتوع الصوره دول مش هيكملوا بعض، مش شرط ان هم يكملوا بعض، مش شرط ان هم يكملوا بعض، مش شرط ان هم يكملوا بعض. هتحس انها داخله في بعض كده. بتنط هتنط هتنط كده عندي. تعالى تعالى اوريها. بص اقول لك حاجه، احنا بنتكلم كتير ليه، تعالى اوريها لكم برنامج الفلاش وننجزه نفسنا. هعمل لها فليب وهتلاقيها كده عندي بتنط. تعالى كده مع بعض كده عندي، بص مع بعض كده عندي ازاي، هات لي كده عندي فلاش كده عندي اهوت، في صور هتنط وفي صور ممكن تكمل بعضها، بس في صور هتنط، هتلاقي في قطعه، انت بتشوف القطعه بعينك. تعالى كده مع بعض، ادي الصوره بتاعتي، هنجيب الصوره دي مثلا كده، انزل بقى الصوره دي كده عند جوه الفلاش، حطها، خلي الصوره بتاعتنا 800 في... هو الفايل حجمه قد ايه اصلا؟ الفايل خليه 800 في 600، 800 في 600، ادي الفايل 800 في 600، وخلي امسك لي الصوره كده عندي، خليها لي كده عندي 800 في 600. اعمل لي كده عندي فيتن ويندو، خد لي الصوره دي كده عندي فلاير جديده، طلع لي الصوره دي كده عندي بره كويس، امسك لي الصوره بتاعتي اعمل لها كده عندي ايه، اعمل لها موديفاي ترانسفورم فليب هوريزونتال، عملت لها فليب طلعتها بره كده عندي كويس، طلعتها بره. طب حلو، طب تعالى دلوقتي كده مع بعض، تعالى لي كده عندي 50، اديني كده عندي اف 6 رايت كليك كريت كلاسيك توين، رايت كليك كريت كلاسيك توين، تعالى لي كده عندي من هنا، طلع دي بره التصميم، خليها كده عندي كام، هتبقى كده عندي احنا قلنا 800 يبقى 1200، يبقى 1200 والتصميم ده قد ايه؟ 800 والصورة دي قد ايه؟ اه بصوا ده 1000 في، طيب معلش معلش، 800 800 في 600، انا قاعد اقول الصورة، الصورة ده بعد كده عندي هنا 800 في 600، 800 هذه الصورة بتاعتنا. الصورة دي كده في الأول كده عندي 800 في 600، 800 وتعالى لي كده عندي هنا في الآخر كده عند أول، خليها لي كده عندي 800 في 600، 800 دخلها جوه التصميم بتاعك. شغل لي، اديني كنترول انتر، ابص يا عبد الله في نطة في النص، في نطة وهي بتعيد من الأول، ملاحظينها؟ مش عارف جاية معاك ولا لأ، بتنط نطة كده في النص، لأن البداية بتاعتها غير النهاية بتاعتها، بتنط نطة في النص، تحس إن في قطعة كده في النص، كسرة كده في النص كده، الكسرة اللي في النص دي تدمر لك الدنيا بتاعتك، تدمر لك الدنيا بتاعتك، تخليك مش عارف تتحرك، مش عارف هي باينة عندكم ولا لأ. بصوا عليها كويس، هتلاقي كده عندي في نطه في النص، لما تخلص الصوره، لما الصوره الاولانيه تطلع والصوره الثانيه تدخل وتبتدي تاني، تنط نطه في النص. طب الحمد لله انها باينه، الحمد لله انها باينه كده عندي. طب حلو، عشان ساعات في بالصدفه صور بتكمل بالصدفه، بس دي 1% الصوره اللي تكمل دي.
لا انت لازم تعمل انت خلفيه مستمره. طب عشان اعمل خلفيه مستمره هعمل ايه بقى كده عندي؟ ادي التصميم بتاعي كده عنده، ادي الصوره بتاعتي كده عندي. تعال ارجع لنا كده، رجع لنا ملف تاني اصله. يلا اديني كده عندي اوكي، ادي الصوره بتاعتي. طيب بص يا سيدي، انا وريتها لكم المره اللي فاتت، بس وريتها لكم المره اللي فاتت كنا في، كنت اندمجت في الشغل وبتاع والكلام ده، وجريت مره واحده وعدت كده ايه بسرعه، مع اني شرحتها كذا مره، لكن مش زي ما اكون بشرحها هي لوحدها. طيب الصوره بتاعتي اهي، انا عايز اقسم الصوره دي حتتين، اجيب النهايه والنهايه، البدايه والنهايه بتاعتها من فلتر اذر اوفست. هبص كده مع بعض، حرك لي كده شويه. لا معلش انا ده زي ما هو، خلي ده صفر زي ما هو صفر، حرك لي ده بس كده. ادي المشكله بتاعتك دي، دي الحته النطه اللي انت بتشوفها عبد الله، الحته دي المشكله بتاعتنا دي كده عندي يا ساتر، دي المشكله بتاعتي، دي هي دي المشكله بتاعتي. المشكله بتاعتك اهي، لو المشكله بتاعتك دي انتهت، لو المشكله بتاعتك دي انت عرفت تنهيها باي شكل كويس، خلاص شكرا، كمل كمل شغلك. يعني انت ابتدي يعني، بص انا ممكن هبتدي اجيب حاجات اركبها، ابتدي اجيب حاجات اركبها، ابتدي اجيب حاجات اركبها في التصميم، هعيد التصميم كده عندي، اعيد التصميم، اعيد التصميم، اخد الجبل ده هعمل له دلوقتي كده عندي ايه، هعمل له كده عندي فليب، اروح عكسه وبتاع واظبط الدنيا، واظبط الدنيا بتاعتي، اظبط الدنيا بتاعتي. انت اهم حاجه عندي ايه؟ اهم حاجه عندي ان انا اقفل الحته اللي في النص دي، دي ودي خلاص كملوا بعض، انا فاضل لي الحته اللي في النص دي اقفل، ايا كانت الطريقه، ايا كان اللي انت هتخفيها فيها. ادي في الصوره الاولانيه كده عندي، يعني انا الصوره الاولانيه انا عندي المشكله دي اهي، هعمل لك النهارده اربع خلفيات كده عندي ايه مستمرين اوكي. الصوره الثانيه، ادي صوره ثانيه كده، غابه ثانيه كده عندي نفس الفكره، فلتر اذر اوفست، عندي مشكلات اهي، الشجره مكمله، الورق ده اللي مش مكمل، الورق ده اللي مش مكمل، هوريك فيها ازاي دلوقتي كده، الورق والارضيه دي مش مكمله، الحته دي مش مكمله، عايزه تكمل بعضها، عايزه تكمل بعضها، عايزه تكمل ايه، عايزه تكمل بعضها كده عندك، عيش حياتك انت. خيار الاوفست بتعمل ايه؟ بتجيب لك كده عندي ايه حياه، تجيب لك طرف الصوره دي، يعني من غير الاوفست كده عندك كانسل، بتجيب لك الطرف ده، تلزقه لك في الطرف ده كأن الصوره بتلف حوالين نفسها. انت عارفه لما تمسكي عمله، عمله انت مثلا لو انت عندك مثلا دولار مثلا، لو جبنا دولار مثلا او اي عمله، اي فلوس، اي فلوس لفيها اسطوانه، اسطوانه على نفسها، خلي الطرف ده يمسك في الطرف ده، هتلاقي الطرفين دول، الطرف ده والطرف ده مش مكملين لبعض. طب لا انا لفيتها حوالين نفسها وراح قاسمها من هنا، قاسمها من النص، الطرف ده والطرف ده بقى مكملين لبعض، فاضل بقى الطرفين ده هما اللي ما كانوش مكملين لبعض، هما كمان يبقوا مكملين لبعض كده، تبقى الحياة بتاعتك عاملة 360 درجة، 360 درجة مكملة لبعضها. لما تلف كويس ممكن ناخد الجزء بتاع الشجر ده وبالظبط، ما هو ده اللي انا هعمله، ما هو ده اللي انا هعمله يا عبد الله، ان انا هاخد جزء شجر وشجر والف واظبط الدنيا بتاعتي. طيب ادي الصوره الثانيه، يبقى كده عندي من فلتر اذر. بص يا حياه، شايفه الورقه دي والورقه دي هيتقابلوا هما في النص كده عندهم كانها لفت حوالين نفسها، ويقص الشجر من اهو، الشجر هيتقص من هنا، يبقى الطرف ده هو اللي هيبقى هنا والطرف الثاني ده هو اللي هيبقى هنا. تعالى كده سيلكت فلتر اذر اوفست، الشجر ده والشجر ده بقى هما مكملين لبعض كده عندهم، فاضل لي الحته اللي في النص، الشجر ده الشجر ده مكملين لبعض كده، فاضل لي الحته اللي في النص، فاضل لي الحته اللي في النص، يا اما بقى اسهل لي هجيب الورق ده واكرره هنا دلوقتي كده عندهم، هعكسه واكرره واظبط الارضيه، اخف الجزء بتاع الارضيه ده، هتلاقي الخلفيه بقت مكمله كده عندي، دي كده عندي اهي. طب تعالى كده في خلفيه تانيه، خلفيه تانيه، شوف بقى الخلفيه دي كده عندك، اديني دبل كليك، انا عامل لكم كذا خلفيه كده عندك، يعني هو قصها، بص هو لحم الطرف ده مع الطرف ده وقسم من النص وعكسها،
وفريتها كده عن دوت. بصوا يا سادس، اوريها لكم ازاي، اوريها لكم، هعملها انا مانوال، هوريكم اللي الفلتر بيعمله مانوال عشان ما تصعبوش الدنيا على نفسنا. انا رحت جاي من اهو، اهو اللي الفلتر بيعمله، رحت جاي من هنا عامل كنترول شيفت جي، كنترول شيفت جي، دي بقت فلير ودي فلير. في مشكلة؟ ها في مشكلة؟ اهي نص فلير ونص فلير تاني. تعالى كده عندي لارج سامبل، اهو نص فلير اهو ونص فلير اهو، اظن كده واضحة. طيب حلو، راح عامل ايه بقى الفلتر؟ راح واخد النص ده اهو موديه هنا، راح واخد النص ده اهو موديه هنا، والنص ده اهو موديه هنا، كل نص وداك الجزء التاني اهو، واهو بقى النص ده مكمل للنص ده، لان دول كان نص الصوره، كان ده كده وده كده اهو، ده كان كده وده كان كده اهو، مكملين لبعض اهو. فالنص ده راح طالع هنا والنص ده راح طالع هنا، اظن كده واضحه، اظن كده تمام التمام كده عند اول ده اللي الفلتر عمله، وراح دمج الليارين دول مع بعض، كنترول ايه دمجهم مع بعض، اعمل لك الخطوات دي كلها مره واحده. وصلت؟ وانت اللي عليك بقى ان انت تداري الجزء اللي في النص ده. عيش حياتك. الطرفين بتوع الصوره بقى هم ايه؟ بقى هم اهو اهو قبل في النص، وده نص الصوره، ده كان نص الصوره وده كان نص الصوره. لو خفيت انت اللي في النص ده دنيتك امورك تمام التمام والدنيا 10 على 10. بس كده. هو ده كده يا باشمهندس. ازاي بقى نصلح اللي هنبتدي بقى نوضح ازاي بقى نصلح، ما هو ده كده عندي، هي دي كده عندي حته الخلفيه اللي مستمره، تعالى كده عندي في الحته دي هنفتح كده دبل كليك اوكي. احنا النهارده بقى كده عندي هنصلح بقى الجزء اللي في النص ده، تعالى سليك فلتر اذر اوفست اهو، نصلح بقى الجزء اللي في النص ده، تعالى نشوف بقى نصلح الجزء اللي في النص ده ازاي. انا عندي اربع خلفيات كده عندك، اربع صور كده عندك. تعال ناخد الصوره الاولانيه، الجبل ده هعمل ايه؟ هروح ماسك كده عندي سيلكت جميل كده عند الجبل كده عنده بسرعة. هات لي كده عند السيلكت ده، سيلكت على الجبل ده مش محتاج انا السيلكت ده، تعالى اعمل لي كده عندي، اطرح لي كده عند الحتة دي، وتعالى خد لي خده لي كنترول جي اهو، تعالى اعمل كنترول تي ورايت كليك وفليب ايه هوريزونتال، ودولي كده عندهم. ادي الجزء الاولاني كده عند اهوت، بدأنا نصلح الحته دي كده عند ايه، بس كده عند صلحنا الحته دي، صلحنا الحته دي كده عند، ادي الجبل ده كده عند. طيب الجبل اللي وراه ده ممكن انا اكمله، اكمل الحته دي كده عند، اكملها اكملها كده عند كويس، يعني انا هبتدي اعدل. لا لا ما تظبطش بالفلاش دي، ما تظبطش بالفلاش، انسي انسي ان انا اظبط الكلام ده بالفلاش، ده لازم فوتوشوب، لازم فوتوشوب، لازم فوتوشوب. طيب اخد مثلا كده عندي ايه حته الارضيه ده، اهي الارضيه دهيت كده عندي، وابتدي ان انا اكررها هنا كده عند اهو، تعالى هات لي كده عندي السلكت ده، هات لي اللاسو، كنترول جي، كنترول تي، رايت كليك، فليب هورزونتال، كده عندي ايه؟ انا متصح كده عندي. اللي شايف الصورة، اللي شغال على الصورة مش شايف اللي انت بتعمله ده، اللي هيبص بقى مش قاعد يبص بقى انت كنت بتعمل ايه، مش شايف هو الكلام ده خالص خالص، انسى ان هو يكون شايف الكلام ده، انسى ان هو يكون شايف الكلام ده، انسى ان هو يكون شايف الكلام ده كده عندي. يعني ممكن كده عندي ايه عشان تبقى افضل، لما اخدها ديليت ديليت كده عند دوت، هتهالي كده عندي ايه، هتهالي فيزر، فيزر كام، فيزر 30 مثلا 20 مثلا كده، يلا هات لي
كنترول جي، كنترول جي، سكة، كنترول تي، رايت كليك، فليب هوريزونتال، لف. الفيزر بتاعها كبير شوية، كان المفروض الفيزر بتاعها يقل شوية، الفيزر بتاعها يقل شوية، الفيزر بتاعها يقل شوية. يعني تعالى كده مع بعض، انا عامله 20 ديليت، تعالى اعمله كده عندي ايه، اللاسو، خليه كده عندي كام، 5. يلا بينا. انا كده عامل كده كنترول دي، امشي كده عندهم. والدنيا شغاله كده عندي تمام التمام كده عند اهوت، والدنيا شغاله كده عندي 10 على 10 كده عند اهوت. الدنيا شغاله تمام التمام و10 على 10. اديني كده عندي كنترول ايه، كنترول جي كده عند اهوت، تعالى كده عندي كنترول تي، رايت كليك، فليب هوريزونتال، لف كده عند اهو، والدنيا تمام التمام كده عندك. الدنيا تمام التمام، الدنيا تمام التمام وشغاله، والدنيا 10 على 10. طب فاضل لي بقى كده عندي شويه اللي تحت دول، كويس. يلا بينا كده عندي، امسك لي الكلام ده كنترول اي على طول، بالكلون ستامب، بالكلون ستامب كده عندي. يلا هات لي كده عندي الكلون ستامب. تعالى كده مع بعض، كنترول دي، خليها فرشة ايه، عدى، نعم سنة صغيرة. تعالى كده صغر لي شوية، هات لي كده عندي كلون ستامب كده عند اول المنطقة الغامقة دي، اديني كده عندي الت، او اديني كده عندي بنكبرها شوية الت، خدنا نسخة. ظبط الدنيا بتاعتك، هات لي الت، خد لي نسخة. تعالى كده مع بعض، هات لي كده عندي، هات لي كده عندي، امسك لي كده عندي بقى كده عندي السلكت، امسح كده عندي كده، قول له كده عندي شيفت باك سبيس، كونتنت اوير، انتر، كنترول دي مش نافعة، كنترول دي، كنترول زد، كنترول دي، امسك لي دول، كنترول ايه، ادمجهم. تعالى لي كده مع بعض كده عندي ايه، هات لي البين تول او اللاسو تول كده عنده، اديني كده عندي اللون ده، هات لي اللون ده كده عنده. يلا الت باك سبيس، كنترول دي، كويس. تعالى لي كده، ما تدينيش فيزر تاني، مش عايزين فيزر، هذا اللاسو تول، فيزر زيرو. تعالى كده مع بعض كده عندي، اديني كده عندي اهو كل ده، اديني كده عندي اللون ده، هات لي من هنا الت سبيس كنترول دي. محدش هيعرف، محدش هيعرف انت بتعمل ايه، محدش هيعرف انت بتعمل ايه، محدش هيعرف انت بتعمل ايه، كويس. هات لي كده عندي، هات لي كده عندي ده اهو، كويس اهو. تعالى كده هات لي، هات لي القطارة كده عند اهوت، الت باك سبيس، كنترول دي، كويس، الدنيا تمام التمام كده عند اهوت. تعالى لي كده مع بعض كده عندي ايه، تعالى لي كده مع بعض الباتش تول، ممكن عيش حياتك بأي طريقة، اي طريقه، ما بصوا، ظبط الدنيا بتاعتك باي طريقه، ايا كانت، ايا كانت الطريقه اللي انت هتعمل بيها. هات لي كده عندي هنا اهو، الت،
الدنيا تمام تمام كده عند دوت الت اهو بدار اهو الجبل بعد كده عندي الت هات لي كده الاخضر ده الت دار الزرع الت دار الزرع الت حط زرع تاني كده عند دوت الت ظبط الدنيا بتاعتك تعالى كده عندي الت ماشي ودنيتنا جميلة ودنيتنا جميلة طيب تعالى كده عندي من فوق هنا مش محتاجين احنا الكلام ده صغر الت دي كنترول زد انا مش عايز الاين تعالى كده مع بعض جميلة كده عند اهيت عايزين نعمل بقى كده عندي عايزين تهات لي كده اللاسو هات لي كده عندي بالالت كنترول دي ولا حد هيعرف اصلا ان كان في هنا قطع ولا في اي حاجه خلاص انا كملت السحابه كده عندهم تعالى كده مع بعض زود لي بس الحته دي شويه باللاسو كده عنده وتوب ايدي وبسرعه ما غيبتش يعني هات لي بس الحته دي تحت كده بالظبط الت في سبيس كنترول دي بس كده عندهم تعالى كده عندي فوق السما ده هي السما ده هات لي كده عندي ايه هات لي كده عندي امسك لي الجزء ده هات لي الجزء الاصفر ده الت باك سبيس كنترول دي ودنيتك زي الفل هات لي كده الحته الصغيره خالص دي طالما انت محبكها على الاخر يعني طاره الت باك سبيس الدنيا تمام التمام كنترول دي ادي الصوره الاولانيه كامله وزي الفل كامله وزي الفل اختفت الدنيا اللي فيها ولا حد يعرف كان فيها ايه بس كده خلاص اهي تتحرك في الفلاش استاذه زي الفل هات لي كده عندي بس الكلون ستامب تاني صغر الت اديني كده عندي ايه زود صغر الت بس وخلاص كده عند اول ودنيتك زي التمام ادي الصوره الاولانيه ادي الصوره الاولانيه وما فيهاش اي مشكله كويس خلصنا خلصنا ومحدش هيعرف محدش هيعرف ان فيها ايه كده عندي محدش هيعرف ان هي كده عندي مش كامله تعالى كده اديني كده عندي ايه فايل سيف از سمالي كده عندي نمرة كام؟ تلاتة تلاتة شرطة تلاتة جي بي جي سيف ادي الصورة الأولانية ادي الصورة الأولانية اقفل لي بقى الصورة دي تعالى كده عندي في الصورة كده عندي ايه؟ في الصورة التانية خلصنا تلاتة خلصنا تلاتة تعالى الصورة اتنين الصورة اتنين دي طيب أنا مشكلتي كده عندي في ايه؟ أنا مشكلتي كده عندي في الحتة الزيادة دي كويس في الحته الزياده دي كده عند اهوت شوف بقى انت هتبتدي تعملها ازاي هتكرر الشجر كويس الشجر هو اللي هتكرره كويس ولا هتبتدي تكرر ايه انا عايز اخفي الحته دي واخفي الحته اللي بين الشجر دي كويس واشوف الارضيه دي اظبطها ازاي اظبط الارضيه دي ازاي ممكن ابتدي ان انا ازوق اخفي دي تعالى ممكن كده اعملها مانوال بقى بس مانيوال ازاي يعني زي ما حضرتك عملت كده في الاول، اقسم الصوره اجيب دي نص ودي براحتك نص براحتك واعملها كده، براحتك ما هو كله زي بعضه يا بس اما ايه بقى اعمل الجبل ده دبلكيت اللي هو نسخه منه كنترول جي، واحاول اعمل له وور واطلعه لفوق سنه عشان يعرف يظبط معايا. ده وده كويس ده وده، وبعد كده ابتدي الحب بقى فيهم. هيبقى صعب مظبوط. بص هيبقى صعب ان انا اعملها كده عندهم ما بص صعب ان انا اعملها انا الاسهل لي ان انا اكرر الشجر ده احطه انا الشجره اللي ما بين الاثنين ده احطه انا هات لي كده الشجره ده تعالى كده هات لي كده عندي سيلكت عليها اهي كنترول جي
هات الشجرة دي. ادي واحدة كده دارت كده، ايه تمام التمام كده عند اهو كويس، دارت اهي حلوة كويس. وتعالى لي كده مع بعض كده عندي، ايه تعالى لي كده مع بعض، ادي الشجرة، هات لي التانية دي كده عندي، اعمل لها كنترول تي، رايت كليك، فليب هوريزونتال، اعكسها بص، تعالى كده مع بعض كده عندي، خليها كده اهو، هات لي كده اهو، دي كده، وتعالى لي كده عندي كنترول تي صح، هات لي دي كده عندي كده اهو كمان. بص يا سيدي، هات لي فرشة ناعمة، فرشة ناعمة، برش ناعمة كده، طير لي كده الفوارق اللي ما بينهم دول، خلاص كده دخلوا في بعض، ما انت شايف الفرق اللي ما بينهم اهو، طيرت الفرق اللي ما بينهم. طيب جميل، تعالى امسح لي كده عندي فرشة حادة، امسح لي الجزء بتاع الشجرة ده اهي، رجعت ورا الشجرة كده، ابتديت كده عندي ايه، اظبط كده عندي الحتة دي كويس. هات لي كده عندي ايه، فرشة ناعمة شوية، قلل كده عندي اهو شكل ده اهي، جميل كده عند اهوت. فاضل لي بقى لسه الحتة دي، فاضل لي كده عندي الحتة دي كده عند اهوت، املها بأي حاجة. ممكن اعمل ايه كده عندي، اروح جايب حتة الارض ده اهي، حتة الارض ده، تعالى هات لي كده عندي حتة الارض ده، واعمل لها كده عندي ايه، كنترول دي، واعملها سيلكت كويس، اعملها كده عندي سيلكت، اعملها سيلكت كده عندي، تعالى هات لي كده عندي اللاسو، بص لي كده عندي ايه، طلع لي كده عندي الجذوع دي كده عندي، فالموضوع راجع لك انت اللي بتظبط الدنيا دي كلها، انت اللي بتظبط الدنيا دي كلها كده، طلع لي الجدول دي كلها مش محتاجها. شيل يا عم شيل يا عم. طيب اعمل لها كنترول جي، هات لي كده عندي دي كده عند دوت، اعمل لها كنترول تي، رايت كليك، فليب هورزونتال، فليب هورزونتال، وده لي كده عند الجنب التاني، بدأت تتمالي اهي، بدأت تتمالي، والدنيا زي الفل زي الفل كده عند اهو، طلعها فوق سنة هي كده كده، زودها زودها شوية، جميل اهو ماشي حلو. تعالى اعمل لي كده عندي صح، ماشي اديني صح كده عند اهو، تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي، هات لي الاريزر، اريزر كده عندي، اريزر ايه حد طيرها لي من الشجر، مش محتاج انا الكلام ده كله اصلا، رجعها ورا الشجره كده عندك، كويس بدأت تندمج في بعضها كده عندي ايه، هدمجها لسه كمان في بعض كمان شويه دلوقتي كده عندي، والدنيا هتبقى تمام التمام وامورها طيبه. كنترول تي، طلع شويه كمان، طلع شويه كده عندي كمان كده عندي، هو ده اللي انا عايزه منها بس، كنترول شيفت جي، الباقي ده انا مش عايزه، كنترول تي، كنترول تي، طلعها بره شويه كده،
بص كده انا مع كنترول تي نزلها تحت شويه كده. طيب اديني كده عندي ايه، هات لي الاريزر ناعمه، اريزر ناعمه، يلا دوبكم في بعض بس ناعمه قوي دي، دوبكم في بعض، دوبكم في بعض كده عندي. والدنيا جميله خالص كده عندك، صغر الاريزر بتاعتك بس كده، بس كده. تعالى لي بقى كده عند الشجرة أهو، الدنيا جميلة خالص كده عندك أهي، السما بتاعتي كده أدي الأرضية بتاعتي كده عندك. طيب ممكن أعمل إيه بقى كده عندي؟ ممكن أعمل إيه؟ كده كده أنا عايز أطلع ال أطلع كده عندي إيه؟ هات لي كده عندي فرشة ناعمة عشان تظهر لي الشجرة اللي تحتها دي. ما عشان ما تدخل في السماء بس. بس حط بقى الشجرة اللي فوقيها. اهي. بدأ الشجرة اللي فيها كده عند اهوت. كنترول زد تمسك لي الشجرتين دول. حركهم كده عندي تحت كده عند اهو، بيكاسو ذات نفسه ما يعرفش ان هي ده كانت مش كامله. فاضل لي بس ان انا اكمل الارضيه اللي تحت دي اهو، فاضل لي ان انا اكمل الارضيه بتاعتي دي كده عند اهو. طيب اعملها بقى كده عندي ازاي؟ اعملها ازاي كده عندي؟ بص كده مع بعض كده عندي يا ساتر، امسك لي كل ده، كل ده اعمل له كنترول اي دمج. تعالى دلوقتي كده مع بعض، او تعالى دلوقتي كده مع بعض اعمل لي كده عندي كتل. هنمسك كده عندي الجزء ده، تعالى كده مع بعض